السلام، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم الأكيلة. اليوم جايبه لكم هالكيكة الحلوة. الكيكة فيكم تستعملوا أي نوع كيكة، كان عادي يعني فانيلا أو شوكولا، بنفس المقادير راح تطلع معكم جدا رائعة. كل اللي ذاقها عجبته كتير يعني على ضمانتي، بس تابعوا المقادير. يلا نحضر الكيكة. أنا اشتريت كيكة بنكهة الميلك شوكليت، بالنكهة هيك الشوكولا بالحليب، بس بضيف عليها بيض وزيت وماء. أكيد فيكم تستعملوا أي نوع كيكة بتحبوه أو متعودين تعملوه. نحن أهم شي اللي رح نعمل فوق الكيكة، اللي رح يغير طعم الكيكة من طعم يعني من كيكة عادية لكيكة عن جد خرافية. نيجي على تحضير الكريم باتيسير. انا عندي راح اعملها بعصير البرتقال، عندي ملعقتين نشا، بيضتين، و250 ميلي جرام من عصير البرتقال، ملعقتين سكر والفانيلا، يعني ممكن تقولوا 2 جرام او نص ملعقة صغيرة، وملح ما حطيته، بس الملح ضروري في الحلويات، بيعطي يعني بيوازن الطعمات. هون بحط اول شي الملعقتين النشا، بعدين بحط ملعقتين سكر، بحط البيضتين، أول شي راح نحرك هالمجموعة اللي هي البيض والنشا والسكر، مش ما لازم نحركهم بسرعة عشان ما يطير النشا، لأنه النشا كتير خفيفة ممكن يطير منكم بسرعة، فبنحركه بشوية بشوية. اوكي، وبعدين ما لما يتجانس كل العناصر بنضيف عصير البرتقال. الهدف من انه عم نحركه بهالطريقة ما يضل اي تكتلات من النشا، يصير كله متجانس. هنا صار الوقت لنضيف عصير البرتقال. وضروري ضروري بنحط الملح، ضروري في كل الحلويات. وبنحط كمان الفانيلا. كمان اكتشفت انه الفانيلا اللي هي باودر او بودرة بتكون احسن كتير من نكهة الفانيلا السائلة. وهنا جاء الوقت انه نحطه على النار، يعني النار تكون متوسطة في الاول عشان كل المية اللي راح تكون في الخليط هذا بتروح، عشان يكون يعني صوص تقيل مثل ما عم تشوفوا. فالأثناء لما يتقل معانا الصوص اللي هو صوص الباتيسير بنحط عليه زبدة، هالزبدة بتخلي الصوص غنية أكتر وطعمه أحلى بكتير. فالأثناء جهزت معنا الكيكة اللي حطيناها في الفرن، كله مكتوب على الكرتونة لما تشتروا الكيكة. بنشيل القشرة اللي فوق، أنا شلتها رح أحتاجها للديكوريشن، وكمان عشان يتشرب من عصير البرتقال اللي حطيت فوق الكيكة. وهون بحط عليها كريمة الباتيسير.
واللي هي كلمة فرنسية وبننطقها كريم باتيسيير. كمان في بعض الدول العربية بنسميها كاستردا أو كاسترد. وهلا صار دور تحضير جيلي. جيلي أنا اخترت جيلي الأناناس، فيك تختاروا أي نكهة بس حبيت أنا جيلي الأناناس. تحضير جيلي الأناناس رح أعمله بطريقة مختلفة، بدل ما أحط بس المية رح أحط المانجو وعليه عصير البرتقال 270 ميلي جرام كيف ما مكتوب في الكرتونة تبع الجيلي. بسخن المقادير هادو قبل ما أحط الجيلي نفسه، فأنا حطيت 270 تقريبا عشان بس يسخن، بحط عليه الجيلي ولما يتماسكوا مع بعض وهيك غلوة واحدة بحط عليها 270 مي عصير برتقال بارد. بحط 270 عصير برتقال بارد وبشيله من النار، يعني بطفي النار. فالأثناء لما حطيت الكريم باتيسيير على الكيكة بحط الموز وبحط الجيلي في الثلاجة، بدي يبرد الجيلي. أنا عملت غلطة إنه الجيلي كان لازم أحطه يعني فترة قبل ما أحط الموز، لأنه الموز بيسود بسرعة فسود شوية، بس معليش أنتوا حطوه لما يبرد معكم الجيلي ما تحطوه قبل. فبحطه بعدين، بحط الكيكة في الثلاجة وبخليها مدة ساعتين. هلا بعد ما مر ساعتين وكله يعني حتى الجيلي صار متماسك، بحط الديكوريشن تبعي، الكيكة هذه اللي شلتها من فوق من الأول بحطها فوقها عشان نذكر انه نحن عم نحكي على كيكة شوكولا. بحط المانجو كمان بيذكرنا بالمانجو اللي عملناه في الجيلي، والموز اللي كمان فوق الكيكة. وهيك يعني انتو لكم تصرف الديكوريشن، هذا بس مثال. وهيك كيكتنا صارت جاهزة، عن جد كتير رائعة، ويعني عن جد كل اللي ذاقها عجبته. بس نصيحة أخيرة بالنسبة للجيلي، جيلي بحطه شوية في الثلاجة بس ليبرد ويصير شوية أتقل من السائل، يعني يكون سائل بس شوية تقيل عشان لما أحطه على الكيكة ما ينزل كله. يلا خلينا نقطع الكيكة نشوف من جوا كيف عاملة. هنا عم شوف طبقات، يعني بتشوفوا الكيكة الشوكولا مع الكريم باتيسيير بالبرتقال، يعني مختلفة جدا عن الكريم باتيسيير العادية، فيها حموضة هيك وحلاوة كتير رائعة. وكمان عاملين عليها نكهة الفانيلا، وفوق كمان بنشوف اللي هي الجيلي مع الموز كمان كتير رائعة. يعني المانجو مع البرتقال على الجيلي بيعطي الجيلي تماسك، يعني ما بيخليه مثل لما تحطوه مع مية، بيكون مع العصير برتقال بالمانجو بيكون تقيل وطعمته أكيد بتتغير، يعني كأنكم حاطين عصير كوكتيل من الفواكه، فبيصير كتير طعمه خرافي صراحة. حبيت أشكركم كتير على اللايكات والتعليقات وعلى المشاهدة أكيد. أتمنى أشوفكم في فيديو تاني وأقولكم مع السلامة. باي.